السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المواقع المهمة جدا في تعلم الذكاء الصناعي موقع كاجل، وده تابع لشركة جوجل، وفي مجاني وفي باشتراك، لكن المجاني فيه كافي وزيادة، وتقدر ان انت تختار مثلا مشروع بالذكاء الصناعي، مثلا حاجة زي جوجل بارد مثلا تقدر تختارها وتقدر ان انت تعدل عليها وتبدأ ان انت تعمل لها رن وتبدأ ان انت تجربها. ففي شوية حاجات جميلة جدا في كاجل، تقدر تختار مشروع وتاخد منه كوبي وتقدر تعدل عليه. ممكن تلاقي كورسات كتيرة جدا في الذكاء الاصطناعي موجودة، والتعلم العميق والتعلم الآلي، هتلاقي حاجات كتيرة ممتازة جدا. طيب مثلا هتيجي هنا وتبدأ تشوف ايه المشروع اللي انت بتدور عليه. هنا هو جايب لك اكتر حاجات الناس بتدور عليها، وفي كذا تاج هو تقدر ان انت تختار الدالة اللي انت عايزها. يعني في مثلا اخر حاجة كنت بدور عليها ستيبل ديفيجن، هتلاقي في حاجات مسابقات، تمام، تقدر ان انت تخش في حد عامل مسابقة ايمج تو برومت، تحول الصورة لبرومت عكس المعتاد، فدي ممكن تختارها وتدخل في المسابقة ديت وهتستفاد كتير جدا. يعني حتى لو مكسبتش بتتعلم شفرات وتتقابل مع افضل ناس في العالم في القصة ديت، ممكن يدوك شرح وتقدر تتعلم تتعامل مع فريق وخبرة عملية وحاجات ممتازة جدا. ده ديسيشن توبيك، في الناس بتتكلم، تقدر طبعا تعمل فلتر للقصة ديت. في مثلا حاجة نوت بوك نبدأ ان احنا نشوفها، ده حاطط الكود بتاعه بالبايثون، فتقدر ان انت تقراه وتقدر ان انت تتعلم فيه، تمام. هتلاقي في حاجة انا كنت داخل بتفرج عليها، ده النوت بوك اهوت، وكاتب لك شفرة الكود بحيث لو انت حابب ان انت تستفاد من الكود دوت. وده الانبوت والاوتبوت واللوكس والكومنت، تقدر تكتب انت كومنتات وتقدر تعمل اديت ماي كوبي، تقدر تاخد كوبي عندك على الجهاز او تقدر على الموقع نفسه. يعني ممكن اخد نسخة واحملها عندك الجهاز وابدا ان انا اعمل لها رن من على الجهاز او من على الموقع بتاعه، فاستفاد من امكانيات الجهاز اللي بتاعته، لان هو السيرفرات بتاعته ما شاء الله يعني حاجة سوبر، حاجة عملاقة. تقدر تضيف داتا بحيث هتعمل رن للداتا ديت، قاعدة بيانات او موديل. طيب انت حملت الحاجة، ممكن بعد كده تقول لها رن بحيث انها تبدأ تشتغل معاك، وتبدأ كده تشتغل على السيرفر بتاعهم. طيب انا هاجي هنا اقول له رن اول، اول ما اقول له رن اول بيبدأ يديني لينكات اقدر احملها عندي على الجهاز بتاعي. طيب لو انت شغال ما تقفلش ديت، لان لو قفلتها هتلاقي الشغل بتاعك ما كملش، ولما تخلص لازم تيجي هنا وتقول له ستوب سيشن. ليه؟ لان انت بيبقى ليك وقت محدد، لان انت ببلاش، فبيديك هو تقريبا 30 ساعه في الاسبوع حاجه زي كده، وده كافي وزياده، يعني تقريبا 4 ساعات كل يوم، فهم كافيين جدا طبعا. فانت تقدر ان انت لو خلصت ممكن تقول له خلاص وقف الاكتيفيتي اللي شغاله. طيب بعد ما تخلص هو يبدأ بقى يعمل لك الروابط اللي تقدر انت تتحمل منها الملفات وتبدأ تشغلها عندك، مجرد تدوس عليها تلاقي المشروع كله اتحمل عندك. يعني بقى عندك حاجة كده زي جوجل بارد على الجهاز، او حسب حاجة انت مختارها. انا مختار ستيبل ديفيجن اللي هو بيحول البرومت لصور، وده الاوتبوت اهوت في الفولدر هيبقى موجود معاك، بحيث ان انت تقدر تعمل له رن وتبدأ ان انت تشغله اونلاين لو حابب، او حابب تحمله عندك على الجهاز برضه تقدر انت تحمله، وتقدر انت تعيد برمجته لو حابب او تعدل حاجات فيه. زي ما انت شايف هو اصلا مرتبط بالجيت هاب، هو لسه بيحاول ان هو يجيب لك الملفات، يجمعهم لك في فولدر كده بحيث ان انت تنزلهم ويشغل لك الكود. والكود هو تقدر تختار الكود او مارك داون، وتقدر تنسخ زي ما انت عايز، تقدر تعمل ران، تقدر تشوف الادنس اللي موجودة، تقدر تربطه بجوجل درايف، يبقى عندك على جوجل درايف بتاعك، جوجل كلاود سيرفر او جوجل كلاود اس دي كي. كل دي امكانيات زي ما انت شايف، انت تعتبر بقى تاخد درس مجاني في كل التفاصيل اللي موجودة. لو جيت تبص هنا هتلاقي ان هو عامل لك شروحات، يعني كان ممكن واحد يبيع الارض بتاعته عشان يلاقيها، دلوقتي كلها متاحة وبشكل منظم، وجوجل نفسها اللي مشرف عليه. فاتمنى الموقع دوت يعني نقضي فيه وقت اكتر من فيسبوك على قدر الامكان.